السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي من السنن المؤكدة. الموقع ده ممتاز جدا في ان انت لو انت عايز تسمع الراديو من خلال الكمبيوتر من غير ما تستعمل اي اجهزة ولا حاجة خالص، مجرد ان انت تعمل زوم على البلد اللي فيها الراديو وتسمعها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فزي ما انت شايف الموقع جميل جدا، ممكن تطلع على الحاجات لو انت عايز تتعلم مثلا ألماني او كده. فتقدر تعمل تسمع اكتر من اذاعات في اكتر من بلد.